الرضا. الرضا، الرضا دي كلمة مهمة لابد وأن تفعلها في حياتك. الرضا معناه أنك أنت ترضى بكل شيء أعطاك الله سبحانه وتعالى، وليس معنى الرضا الاستسلام والخضوع، أن حتى برضو لا يفهم أحد من المسلمين أو لا يفهم من يدرسون الشخصية المسلمة أو يدرسون الدول الإسلامية من المستشرقين وغيرهم أن الرضا معناه التواكل أو أنك أنت يعني ترمي الحياة وراء ظهرك. بالعكس، الرضا معناه أنك أنت ترضى حتى تعيش في الحياة بسلام وهدوء، ولكن في نفس الوقت بتبذل قصارى جهدك أو تستفرغ ما في وسعك في أن تصل إلى هذا الشيء. ولكن إن لم تصل إليه يبقى ترضى بما، مثلا على سبيل المثال واحد مثلا تزوج ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يرزق أولاد لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه بأولاد، هل يناقص على نفسه حياته؟ لا، وإنما يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. واحد مريض يذهب إلى الطبيب ويرى هذا ويرى ذاك إلى آخره، ويقوم بعمل التحاليل والأشعة المطلوبة في هذا الأمر، إن شفاه الله سبحانه وتعالى فهذا من فضل الله عز وجل، إن لم يكن يبقى يرضى، يبقى عملية أنه التقبل. فالرضا ليس معناه الاستسلام. والرضا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بيدل على محبتك لله، لماذا؟ أنك أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الشيء فأنت راضي به. ولذلك الرضا يعني مرتبة أعلى من مراتب الصبر. ممكن أنك أنت تكون صابر ولكن لما تكون راضي، لذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني إن وصلت إلى مرتبة الرضا ودرجة الرضا ده أفضل، دي مرتبة لا يصل إليها إلا أحد من الناس، لكن إن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة يبقى عليك بإيه؟ بدرجة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر إليه الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من أنواع الرضا، ده من الأنواع، يعني من ضمن الأنواع الرضا بالله سبحانه وتعالى، وبعدين الرضا بما قسمه الله والرضا بما قدره الله. يعني ايه الرضا بالله؟ يعني انت لما تقول رضيت بالله ربا، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى رضيت بالله ربا؟ دي من ضمن الأذكار التي تذكر الله سبحانه وتعالى بها صباحا ومساء، من ضمن أذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا. فالمسلم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما معنى رضيت بالله ربا؟ وما معنى أنت العبد الضعيف الفقير الله يعني ايه ترضى بالله سبحانه؟ طب يكفيك أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ومع ذلك تقول رضيت بالله ربا، يعني رضيت بالله خالقا مدبرا رازقا كافيا معبودا، وتتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وترضى بما حكم الله وبما شرع الله وترضى بأوامر الله وترضى بنواهي الله، قال افعل كذا افعل، لا تفعل كذا لا تفعل، يبقى اسمه الرضا بأحكام الله وبشرع الله سبحانه وتعالى. نعطيك مثال، مثلا الناس الذين يتأخرون مثلا عن صلاة الجمعة دول هل رضوا بالله سبحانه وتعالى ربا؟ وخلاص قال صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الزكاة، يعني بعد أن يصعد الإمام المنبر الذين جاءوا بعد ذلك هذا هؤلاء لا ثواب لهم لأنهم لم يأتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة. الناس الذين لا يحافظون على الصلوات، الناس الذين لا يؤدون الزكاة وعندهم المبلغ المالي الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يؤد فيه الزكاة، الناس الذين عندهم أموال ولم يحج ولم يؤدوا ركن الحج وهكذا، دول يبقى عندهم نقص في الرضا بالله سبحانه وتعالى. الناس مثلا على سؤال يأتيني دائما، الناس الذين عندهم اعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى في مسألة المواريث، يريد أن يقسم التركة على حسب هواه وعقله ومزاجه الشخصي، يعطي هذا ولا يعطي هذا، يعطي هذا أكثر من هذا، أو يعطي الأولاد ويحرم الإناث، أو يعطي الابن الأكبر وأكثر من الابن، ده ربما يكون في بعض الأفراد وربما حتى بعض الدول العربية والإسلامية تريد أن تغير شيء في هذه الأشياء وتسنده إلى القضاء، ده ليس فيه رضا بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا واحد يقول لي والله أنا عندي 3 أولاد بنات وأريد أن أكتب كل شيء بأسمائهم، هو عنده نية أن يحرم أعمامهم، لأنه ليس عنده ولد ذكر مثلا،
دي دائما يعني سؤال يأتيني دائما، أقول له يا أخي الفاضل ارضى بالله سبحانه وتعالى وارضى بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل معصية أو كبيرة من الكبائر قبل أن يتوفاك الله عز وجل. يعني أنت لحينما تتوفى لن ينفعك شيء، اترك هذه الأمور وخليها لشرع الله سبحانه وتعالى يتقاسمونها فيما بينهم كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما حدد الله سبحانه وتعالى في آيات سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر ليه؟ إلى آخر ليه. ولا توقع نفسك في محظور قبل الوفاة، فلن يضر الشاسة الخوة بعد سنة، وأنت بعد أن تموت ما الذي يضرك أن هذا أخذ هذا والذي وهذا أخذ هذا؟ أنت الله سبحانه وتعالى من على أنت مستخلف في هذا المال، ولذلك قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن الأساس كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، فده معناه الرضا بالله، الرضا بما قسمه الله. دي يعني مشكلة شوية عند بعض الناس اللي يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى. دائما كثير من الناس عندهم تطلعات وينظرون وينسون ما في أيديهم، وسبحان الله ينسى ما في يده وينظر إلى ما في أيدي الآخرين، ليس عنده نوع من الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن الكريم الله عز وجل ينهانا عن هذا الأمر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام البخاري في صحيحه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، إذا نظرت إلى من هو أكثر منك مالا ولا أكثر منك صحة ولا أفضل منك سيارة ولا أفضل منك بيتا ولا أفضل منك كذا أو كذا من أمور الدنيا، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه. لو فرضا يعني نظرت إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو أقل منك، لأنك إذا كنت مريضا ففي الناس من هو أشد مرضا، وإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر. وحتى ولو وصلت إلى أعلى درجة كنت تتمناها، هل يقف طموحك عند هذا الحد؟ لا، إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كان لابن آدم واديا من الذهب أتمنى أن يكون لهما ثالث، ولن يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لأن دي من طبيعة النفس البشر أو من صفات الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود، جحود بنعم الله سبحانه وتعالى. طب إيه ما الذي يعينك على أن ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك لكن تنظر إلى من هو أقل منك؟ أن ترى النعم التي في يدك، وأما بنعمة ربك فحدث، أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وسنتحدث عن الشكر من بعد. يبقى ده اسمه الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، الرضا بما قضاه الله وبما قدره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قضى عليك شيئا ما أو قدر لك شيئا ما ترضى. وعسى، ودائما ضع في أمامك هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، ففي آية أخرى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لأنك أنت لا تدري ما الذي سيحدث بعد دقيقة ولا بعد ساعة، لذلك أنت شرعت لك الاستخارة، لأنك أنت بتكل علمك القاصر إلى علم الله الكلي اللامحدود. يا رب أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فأنت تقدر ولا أقدر، أنا لا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي، في الدين والمعاش إلى الحياة يعني، وعاقبة أمري في العاقبة، وعاجل أمري يعني في الوقت الحاضر وآجله، فاقدره لي ويسره لي. يعني تطلب من الله سبحانه أن يقدرك عليه وأن ييسره لك وأن يبارك لك فيه، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه يا رب العالمين. لأن مهما كان علمك فهو علم محدود. وبعدين أي شيء يقدره الله سبحانه وتعالى لك اعلم أنه خير لك، يعني لازم تفعل هذا الأمر في زينك، لأن الله سبحانه وتعالى البر الرحيم كما قال سبحانه وهو البر الرحيم في سورة الطور. الله عز وجل البر الرحيم لا يريد أن يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم، إنما الله سبحانه وتعالى البر الرحيم
أرحم بك من أمك. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولده. واحد يقول لي طب لماذا يبتليني الله سبحانه وتعالى بكذا ولا بكذا أو يعاقبني؟ الله ممكن تكون هذه العقوبة فيها رفع لدرجاتك. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة وشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. من تعامل ذنوب معاصي فالله سبحانه وتعالى يكفرها عنه. ولا حتى لو ليست عندك ذنوب معاصي كان الله سبحانه وتعالى يرفع لك الدرجات في الآخرة كما ابتلى الأنبياء. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أكثر الناس ابتلاء إنما يبتلى الإنسان على حسب دينه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إنما يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه ضعف ابتلي على حسب دينه. ولن يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ولذلك قال في حديث آخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي شاهد هنا، فمن رضي عنده الرضا، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فمن رضي فله الرضا. أنا أريد منك أن تحفظ هذه الجملة: فمن رضي فله الرضا، أو تكتبها حينما تذهب إلى بيتك: ومن سخط فعليه السخط. طب فرضا، نحن أنا أسألك سؤال بيني وبينك كذا كأنه حوار، فرضا تسخط، ما الذي سيفيدك؟ يعني جزعت لم ترضى بهذا الأمر، أولا لن تغير في ملك الله سبحانه وتعالى شيء، سيسخط الله سبحانه وتعالى عليك، حرمت نفسك من الأجر ومن الثواب ولم تفعل أي شيء، صح ولا لا؟ لأنك أنت تسخرت على قدر الله سبحانه. لذلك قال الرسول، يعني أتى بالكلام موجز: ومن سخط فعليه ليه السخط. فأخي الحبيب، لا تكن ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب عليه على وجهه. طب النتيجة خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عارف لما تفعل هذه الأمور في حياتك اللي هي الرضا، فمن ثمرات الرضا أن تعيش في حياتك بهدوء، عندك توازن نفسي، عندك قناعة، عندك طمئنينة. ربما الكون من حولك يعني فيه أمور وانقلابات وفيروسات وحرائق من هنا وابتلاءات من هنا، الحمد لله أنت عندك هدوء وعارف أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فلن يصل لهذه الدرجة إلا المؤمن الحقيقي والمسلم الصادق. ولذلك قال سبحانه وتعالى، وهذه من الآيات المهمة جدا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي ايه؟ قلب، قلبه هادي، عنده راحة في البال وانشراح في في الصدر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شفت المسلم يعني كيف ان الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه الامور، وانت تلاحظ الفرق بينك حينما تفعل هذه الامور في حياتك وبين من لم يقم بها، او الفرق بينك وبين واحد غير مسلم ليست عنده وهذه الامور لا حمد ولا شكر ولا رضا ولا صبر ولا اي شيء. فاذا من اولى الثمرات التي تعود عليك ان هدايه القلب. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: لا باس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب العيش من النعيم، أو طيب النفس من النعيم. طيب النفس اللي هو الرضا. يعني في الأول يقول لك لا بأس بالغنى، لا بأس أنك أنت تكون غني، ما فيش مشكلة بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية، ولا بأس بالغنى لمن اتقى، بس الصحة أفضل من الإيه؟ من الغنى. أفضل من أنك أنت تكون فقير، أفضل من أنك أنت تكون غني مريض مثلا، من أنك أنت تستفيد بنعم الله سبحانه وتعالى في شيء. لذلك احنا عندنا في المسجد المغربي يقول لك اللي عنده صحته عنده كل إيه؟ عنده كل شيء. الصحة لمن اتقى، هذا معنى قول الرسول، صحة لمن اتقى خير من الإيه؟ خير من الغنى. وطيب النفس، أنك أنت تكون طيب النفس وراضي، ده من النعيم. يعني بقى ده يعني من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. وبعدين اشكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء اعطاك الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ملخصا لكل هذه الامور في سوره الاعراف: فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين، كن من الشاكرين لله سبحانه وتعالى، كن من الشاكرين. كما قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح عليه السلام: انه كان عبدا شكورا. خليك انت كمان عبد شكور، خليك شاكر لانعم الله، كما قال الله عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. دي آيات جميلة كده في الشكر، شاكر لأنعم الله. يعني ده اسمه يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي تعيش فيها، شاكرا لأنعم الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
دائما لسانك يلهج بدعاء سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى لما جيء إليه بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في أقل من طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. من ربنا سبحانه وتعالى من الممكن أن يبتليك بالنعم كما يبتلي بعض الآخرين بالضراء، ليرى الله سبحانه وتعالى هل ستشكر هذه النعم أم لا، ولا تكون كنود وكفور بنعم الله عز وجل. فلا بد أنك أنت تأخذ بالك من هذه الأمور. إن فعلتها هذه الأمور تدل على محبتك الصادقة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.